صار تقرير خلى الناس تتعجب وتتفاجئ. التقرير يقول انه خلال 10 ايام طلع من البلد 100,000 سائح صرفوا 100 مليون دولار. 100,000 سائح صرفوا 100 مليون دولار. هذا التقرير اللي انتشر بصورة كبيرة جدا. أدري وين رايحين؟ جزر المالديف، وين جزر الكاريبي، ما أدري شو اسمها، ميامي، لوسان، وين رايحين؟ 100 مليون دولار وين خليتوهن خلال 10 أيام؟ واحد نيمش 24 ساعة يقول ما عندي فلوس. دلونا الأماكن اللي رحتوا بيها، دلونا الفلوس اللي جبتوهن. 100,000 سائح، 100 مليون دولار. عماي كارثة هاي، ما صاير هاي. تقرير انتشر بصورة كبيرة جدا في فقرة فيس تو فيس وفي المواقع والصفحات الإخبارية. من نجي نريد نسولف، يابا وين سافرتوا؟ ما حد يحكي. من تجي الناس تريد تحكي انه يابا ليش من تنصرف فلوس احيانا على شغلات ومعتقدات دينيه تطلعون وتحكون هذا انا وين كنت مسافر؟ انا كنت مسافر للبصره وربع دينار ما صرفت. انا كنت مسافر للبصره عمي، لا شو اسمه ولا هاي ولا طالع برا البلد. وتحياتنا للبصره، اهل الكرم والشجاعه والنخوه. والله العظيم 7 ايام ما ادري شو انا بالبصره ربع دينار ما صارف غير بس الكروه الروحه والجايه. المهم ال 100 مليون دولار وال 100,000 سائح، هذا هو موضوعنا الاول في فقره فيس تو فيس.